أعزائي طلاب التعليم الفني الصناعي، أهلا ومرحبا بكم يا شباب، وحلقة جديدة وبرنامجنا المفضل لدينا جميعا في بيتنا مدرسة. أهلا حبايبي، والنهاردة إن شاء الله حلقتنا هتدور حول أعمال التزجة لجميع طلاب الشعب الميكانيكية لطلاب التعليم الفني الصناعي الصف الأول. أهلا شباب، وإن شاء الله النهاردة هنتكلم في موضوع جميل جدا في الورشة التأسيسية بتاعتنا، اللي هي ورشة أعمال التزجة، الورشة اللي بتعلمك أساسيات عمليات القطع، اللي هي بنقوم في هذه الورشة بالأعمال اليدوية المهمة جدا للقيام بأعمال القطع اليدوي. يعني هنا بنتدرب على ازاي نقدر نستخدم ادوات القطع اليدوي، تمام؟ فمعايا كده في حلقتي هنبدأ نتعرف اولا ايه هي قواعد الامن والسلامة والصحة المهنية اللي انت لازم تراعيها عشان تحمي نفسك وانت شغال في ورشة اعمال القطع والورش التأسيسية بمدارس التعليم الفني. تمام يا شباب، هنبدأ مع بعض قواعد السلامة والصحة المهنية التي تقوم بها لحماية نفسك أثناء العمل مع بعضينا كده على الشاشة بتاعتنا، وهنشوفها بتعرض لي إيه هي قواعد السلامة والصحة المهنية الشخصية مع بعضينا. احنا معانا عامل، العامل ده على اليمين التصرفات الخاطئة بتاعته، على اليسار هتبقى التصرفات التي يجب أن يقوم بها بطريقة صحيحة. أولا احنا بالنسبة للشعر ما ينفعش يكون شعرنا طويل واحنا شغالين على المكن بتاعنا، لازم يكون شعرنا قصير. يبقى أنا أول حاجة الشعر بتاعي ما يكونش إيه طويل، تمام؟ طيب تاني حاجة قال لي أنا عندي جيب فيه البالطو بتاعي او العفريتة بتاعتي، ما ينفعش احط في الجيب بتاعي ده ادوات حادة، ما ينفعش احط فيه ادوات ايه حادة، زي مقص، زي مثلا شوكة علام، زي جزء مثلا من اللينات اللي انا هسند بها المشغولات، ما ينفعش احط في الجيب بتاعي هنا اي ادوات حادة. الصح بتاعي ان الجيب بتاعي يكون خالي من الادوات الايه الحادة بتاعتي. طيب عندي كمان يا شباب بيقول لي اساور الاكمام هنا سايبة، ما ينفعش الكم بتاع البلطو او العفريتة بتاعي يكون متدلي كده يا شباب، ويكون مش مقفول بالزرار بتاعه، لازم اكون الكم بتاعي بعيد انا رافعه، ويكون مقفول كمان محكم مقفول بزرار. تمام يا اولاد، يبقى الصح يا اولاد هنا ان انا يكون الشعر بتاعي مش طويل، لازم يكون شعري قصير. تاني حاجة ما احطش في جيب العفريتة بتاعتي او البلطو بتاعي ادوات حادة. تالت حاجة ما ينفعش ان البلطو بتاعي يكون الكم بتاعه متدلي وغير مزرر، يعني لازم اكون مزرراه ولازم يكون مرفوع بحيث ان ايدي تبقى حرة الايه الحركة. طيب ايه كمان يا شباب قال لي زي ما هو قدامنا على الشاشة كده، احنا عندنا بيقول لي كمان ان البنطلون ما ينفعش ثقب يكون في جيب البنطلون، ما يكونش في جيب في البنطلون بتاعي، وما يكونش الجيب ده برضك في عدة، ما ينفعش ان الجيب بتاع البنطلون بتاعي يكون في عدة، لازم يكون البنطلون كده من غير اي جيوب ومن غير عدد ولا اي حاجة، علشان العدة دي اثناء الشغل بتلخمني وممكن تقع على رجلي، ممكن تعورني. يبقى انا من دواعي الامن والسلامة بتاعتي ان ما ينفعش بنطلون الشغل بتاعي يكون فيه جيوب وفيه عدد انا شايلها فيه. طيب ايه كمان قال لي كمان ان الملابس بتاعتي تكون اطول من اللازم، ده ما ينفعش، ما ينفعش ان الملابس بتاعتي تكون اطول من اللازم، يعني ما ينفعش ان البنطلون يكون اطول من اللازم، ده هيشنكلني وانا شغال، يبقى البنطلون مرفوع اعلى الحذاء بتاعي.
كمان لازم يكون انا عندي انهوت الحذاء بتاعي خفيف. لا ما ينفعش، انا لازم يكون الحذاء بتاعي جلد وتقيل علشان خاطر يحميني من اي حاجة موجودة في ارض الورشة بتاعتي. يبقى هنا يا شباب بالنسبة لقواعد السلامة والصحة المهنية الشخصية بتاعتك انت، اول حاجة وانت لابس العفريتة او البلطو بتاعك، البلطو بتاعك يكون محكم الاساور ومزرره، تمام. شعرنا ما يبقاش طويل، شعرنا يبقى قصير. كمان ما جيش في الجيوب بتاعة البلطو بتاعي واحط ادوات عدد حادة او اي عدة. ليه؟ لان العدة دي وانا شغال ممكن الادوات اللي انا حطها في الجيب بتاعي دي تقع تتعورني، لانها فيها ادوات بتبقى حادة فممكن تعورني، تمام. طب ايه كمان؟ قال لي ما ينفعش ان العفريتة بتاعتي يكون البنطلون بتاعها اطول من اللازم علشان ما يخمكش وانت بتتحرك جوه الورشة، لا يكون الطول بتاعه مناسب بحيث ان انت تبقى حر الحركة وانت شغال. طب ايه كمان؟ الحذاء بتاعي لازم يكون سيفتي. يعني ايه؟ يعني حذاء آمن، يعني حذاء قوي ومش خفيف علشان لو في اي حاجة في أرضية الورشة ما تدخلش في رجلي. ده كده بعض الملاحظات البسيطة جدا حبايبي ليك انت كأمان، يعني او اسمها قواعد الأمان الشخصية ليك انت كشخص واقف على المكنة بتشتغل داخل الورش. يعني القواعد اللي احنا قلناها دي قواعد سلامة وصحة مهنية شخصية، تمام حبايبي. طيب احنا عايزين بقى نعرف الورشة التأسيسية دي هي المعدات اللي احنا ممكن نشوفها في الورشة دي ايه. تعالوا مع بعض بقى نبدأ نشوف المعدات اللي ممكن نشوفها في ورشة التأسيسية. تعالى معايا بقى كده، بيقول لي هنا على الشاشة دي المعدات اللي ممكن أشوفها في الورشة التأسيسية، كلها عدد يدوية، كلها يا أولاد عدد يدوية. طيب عبارة عن إيه؟ ممكن ألاقي منشار، ممكن ألاقي سلاح المنشار، ألاقي الشواكيش، الاقي المفكات، الاقي المبارد، الاقي ادوات الشنكره، الاقي المقصات والاجانات، تمام يا ولاد. يبقى انا عندي بص الورشه مليئه بالمعدات اليدويه. زي ايه؟ اهي زي ما هي معانا كده على الشاشه. والله انا معايا هنا اهوت زاويه قايمه، معايا ايه كمان جنب الزاويه القايمه؟ معايا مفتاح بلدي، معايا ايه كمان؟ معايا مجموعه مفكات، معايا شواكيش، معايا الجلافز اللي انا بلبسه في ايدي. طب ايه كمان؟ انا معايا المنشار اللي انا هنشر بيه، معايا مجموعة مبارد، معايا زراعية، ومعايا مجموعة ايه المفكات، معايا مبارد، معايا اجانات هلاقيها في الورشة دي، ومعايا مقصات كمان. هبقى معايا ايه؟ معايا ادوات مهمة جدا لاجراء عملية الشنكرة زي ما هي قدامنا كده، اللي هي ادوات الايه الشنكره، اللي هي زي شوكه العلام وزومبيه العلام. يبقى دي يا ولاد اسمها ايه؟ اسمها العدد والادوات اليدويه التي تستخدم بورشه اساسيات عمليات التشغيل والصيانه، اسمها الورش التاسيسيه. اي ورشه بتاسسك، اي ورشة بتأسسك في الصنعة بتاعتك لازم يكون عندها العدة دي. يعني العدة دي يا ولاد هي اساس الورشة التأسيسية اللي هي هتعلمك العمليات الاولية اللي تقدر بيها تبقى متأسس في العمليات اليدوية. يبقى دي العدد اللي بيها تقدر تكون متأسس في العمليات الايه اليدوية. طب ايه العدد دي يا ميس تاني؟ احنا هنلاقي عندنا ادوات الشنكرة، وهنلاقي عندنا ادوات النشر. يعني ايه ادوات الشنكرة؟ هنلاقي براجل، وهنلاقي جهاز الشنكار، هنلاقي منائل، هنلاقي الزاوية القايمة بتاعتي، هلاقي زهرة الشنكار وزهرة الايه زهرة الاستعدال وزهرة الايه الشنكار. هلاقي الادوات دي كلها، هلاقي ايه كمان؟ هلاقي ادوات البرادة، المبارد بانواعها، هلاقي ادوات النشر، المنشار، وهلاقي اسلحة المنشار المختلفة. كمان انا هلاقي ادوات التأجين، الاجانات بانواعها. كمان في الورشة دي انا هلاقي المقصات بانواعها،
وايه كمان؟ قال لي ممكن نلاقي ادوات الصقب بانواعها، المساقيب والبراغل والمخاوش، كل ده هتلاقيه في الورشة التأسيسية. عدد وادوات كثيرة جدا بتعلمك اكثر من عملية قطع يدوي، زي عملية النشر، زي عملية الشنكرة، زي عملية البرادة، عملية التعجين، وكذلك عمليات الصقب المختلفة. تمام يا حبايبي؟ طيب احنا كده اتعرفنا يا ميس مع بعض على شكل الادوات اللي انا ممكن الاقيها في الورشة التأسيسية. تعالوا بقى مع بعضينا نشوف اول اداة من الادوات دي اقدر استخدمها في ايه من عمليات القطع اليدوي او عمليات الشنكرة. هنبدأ يا شباب في حلقتنا بعملية الشنكرة، هنبدأ بعملية الايه الشنكرة، وهنبدأ نشوف ايه الادوات الخاصة بعملية الشنكرة واستخدمها ازاي واجري عملية الشنكرة عملي ازاي. تمام حبايبي؟ نبص مع بعضينا كده لأول فقرة معانا في الحلقة، وهتعرض لنا عمليات الشنكرة. أول حاجة يا ولاد في عمليات الشنكرة، أنا بلاقي المطرقة، بلاقي المطرقة. المطرقة دي أداة اسمها الجاكوش. الجاكوش ده في منه أنواع مختلفة، في منه شاكوش بيصنع من الصلب المقصى وبيبقى ليه أحجام وأشكال مختلفة، وده بنستخدمه في إجراء عملية الطرق على زنبة العلام أثناء عملية الشنكرة. ده بستخدمه على في الطرق على زنبة العلام أثناء إجراء عملية الشنكرة. طب يا ميس، هو الشاكوش ده في منه الصلب بس؟ لا، مش في منه الصلب بس. الشاكوش عندي نوعين، عندي الصلب وعندي اللي بيصنع من الخشب وكذلك اللي بيصنع من البلاستيك. يعني عندي المطرقة الجاكوش اللي هي بنسميها الرابر هامر، ماشي، الرابر هامر دي اللي هي المطرقة البلاستيك، وعندي الود هامر اللي هو المطرقة الخشبية. تمام يا حبايبي؟ وعندي طبعا الستيل هامر او الكربون الهامر اللي هو الايه اللي هو المطرقة الحديدية. تمام يا حبايبي؟ يبقى انا عندي دلوقتي انواع المطارق، ثلاث انواع من المطارق. عندي المطارق الحديدية اللي هي بتصنع من الصلب المقاصة، وكنا قلنا قبل كده ان الصلب المقاصة ده يعني صلب معالج حراريا علشان يديني قوة صلادة عالية قوي، يقدر ان هو ما يتأثرش بعملية الطرق، العدة ما تتأثرش بعملية الطرق. العدة تؤثر في المعدن ولا تتأثر بالطرق، العدة تؤثر في المعدن ولا تتأثر بعملية الطرق، لذلك أنا صنعتها من الصلب المقصى، والصلب المقصى ده صلب يجري عليه عملية معالجة حرارية حتى يكون جسيء ويتحمل معي إجراء عمليات الطرق المختلف. تمام حبايبي؟ طيب احنا يا ميس دلوقتي حضرتك قلت لنا ان المطرقة ديت احنا بنجري بيها عملية طرق، حلو قوي. طيب انواعها ايه؟ احنا عندنا مطارق بتصنع من الصلب المقصى زي ما قلنا، وعندنا مطرقة اخرى بتصنع من البلاستيك بنسميها الرابر هامر، وعندنا مطرقة اخرى بتصنع من الخشب وبنسميها الود هامر. ده كده يا ولاد الانواع المختلفة التي يصنع منها المطارق او الجواكيش. طب انا بستخدم يا ميس الجاكوش ده في اعمال التزجة في ايه؟ في حاجات كتيرة يا ولاد. انا ممكن في اعمال التزجة احتاج ان انا اترك على الزومبة في عملية الشنكرة، بترك بالشاكوش. طب انا ممكن استخدم عملية استعدال، يبقى عندي استعدال للصاجة بتاعتي، يبقى انا بستخدم برضك الجاكوش في عملية الاستعدال. طب انا عندي عملية ثانية، انا اجري عملية ثانية، اي ايضا الجاكوش بستخدمه في اجراء عملية الايه السن. يبقى احنا كده حبايبي احنا فهمنا ان اول اداه ممكن اشوفها في الورشه بتاعتي هي الجاكوش، وعرفنا ان الجاكوش هو ليه ثلاث انواع وثلاث مواد بيصنع منها، الجاكوش الذي يصنع من الصلب المقصى، والجاكوش الذي يصنع من المطاط او البلاستيك، والجاكوش الذي يصنع من الخشب. وكل هؤلاء الأنواع بتستخدم
في إجراء عمليات الطرق على المشغولات. تمام يا حبايبي، ده كده أول أداة من الأدوات بتاعتنا وهي الجاكوش. طب حلو قوي، عايزين نشوف أداة تانية يا ميس. قال لنا احنا بنلاقي في الورشة بتاعتنا المفاتيح والمفكات. انا دلوقتي هشرح المفاتيح. المفاتيح عندي نوعين، عندي حاجة يا ولاد اسمها الدبل اوبن اند، الدبل اوبن اند اللي هو المفتاح البلدي اللي احنا متعودين عليه، اللي احنا لو عندنا انبوبة ولا حاجة احنا ممكن نغير المنظم او نفتح صامولة المنظم من خلال هذا النوع من المفاتيح. انا عندي في الورشة بيبقى لي استخدامات في فك المسامير اللي عندي اللي موجودة في الماكينات او المعدات بتاعتي. بحتاج لو انا هفك مسامير انا بحتاج المفتاح البلدي اللي هو الدبل اوبن اند اللي هو ليه فتحتين من النهايتين بتوعه. طيب عندي ايه كمان؟ عندي حاجة اسمها المفتاح ذات التوك المشرشر، يعني عندي مفتاح بلدي اخر بس نهاية ليه نهاية مفتوحة وليه نهاية مشرشرة. تمام، يبقى انا عندي انواع المفاتيح البلدي، عندي نوعين، المفتاح البلدي اللي هو الدبل اند الدبل اوبن اند اللي هو المفتاح البلدي المفتوح من الناحيتين، وعندي المفتاح البلدي ذو النهاية المشرشرة. تمام يا اولاد، وده الاتنين دول بستخدمهم لفك الصواميل والمسامير. تمام، اكترهم بتتراوح من 6 ملي حتى 108 ملي، يعني بيبدأ ان هو يشتغل على اكتار من اول 6 ملي لحد 108 ملي. ده كده يا ولاد المعدة التانية بعد الجواكيش اللي هي المفاتيح البلدي. طب عندي ايه كمان؟ انا ممكن الاقي في الورشة عندي مجموعة مفكات، تستخدم المفكات بأنواعها المختلفة لفك المسامير. عندي مسمار غاطس، المسمار الغاطس بيبقى فيه جزئية كده بتبقى مكان النطس بتاعته، بتبقى بنبدأ ان احنا نفكها عن طريق مين؟ او عن طريق المفكات. طب يبقى انا عندي المفكات دي انواع بقى يا ولاد، نوعها بيختلف حسب شكل راس المفك، لو عندي راس عادية او راس مسدسة. يبقى انا عندي انواع المفاتيح برؤوس عادية او رؤوس ايه؟ سداسية. تصنع رؤوس المفكات من الصلب عالي الكربون. يبقى انا عندي يا ولاد المفكات بتبقى نوعين، اما برؤوس عادية اسمه مفك عادة، او هي بتكون برؤوس مسدسة وديت بنفك بيها المكان المسمار اللي هو بيبقى على شكل سداسي. تمام حبايبي، طيب انا عايز افهم انا بفك بيها ايه؟ بفك بيها المسامير. طب بتصنع من ايه المفكات ديت؟ من الصلب عالي الكربون. المفكات دي كلها بتصنع من الصلب عالي الكربون. خلي بالنا احنا دلوقتي شرحنا الجواكيش والمفاتيح البلدي والمفكات، ودي من العدد اليدوية اللي موجودة عندي في الورش الايه؟ التأسيسية. طب نشوف معدة اخرى بقى يا ولاد كده. قال لي بقى تعالى بقى معايا نبدأ نشوف معدات عملية الشنكرة. اول معدة حبيبي هنشوفها وهي زهرة الشنكار. زهرة الايه؟ الشنكار. قال لي الزهرة دي انا بعمل عليها ايه؟ قال لي بجري عليها عملية الشنكرة. شايفين يا شباب الرسمة الجميلة اللي قدامنا على اليمين ديت؟ دي زهرة الشنكار وعليها ادوات الشنكرة. ايه هي ادوات الشنكرة الجميلة اللي موجودة عليها دي؟ عليها حاجة اسمها الهاي جيج. الهاي جيج دي يا ولاد اللي هي قدمة الارتفاعات، بستخدمها في اجراء عملية الشنكرة بتاعتي. كمان عندنا ساعة القياس اللي بستخدمها في يعني ان انا اقدر اختبر مدى استواء السطح بتاعي عن طريق ساعة القياس. كمان هلاقي بعض الزاوية القايمة وزهرة الزهرة المتعامدة. كل هذه الادوات انا بستخدمها في اجراء عملية الشنكرة. طيب انا عايز اعرف تجرى عملية الشنكرة على ايه؟ قال لي تجرى على منضدة من الحديد الزهر المسبوك ماشي والمصقول باستخدام جهاز الشنكار، ويوجد نوعين. يوجد ايه من الزهرة دي؟ نوعين، ذات السطح المسطح. يبقى انا عندي زهرة
ذات السطح المسطح، تمام يا ولاد؟ زي اللي قدامنا دي كده، دي زهرة ذات السطح الايه؟ المسطح، تمام؟ طيب والزهرة اللي جنبيها دي زهرة ذات السطح على شكل حرف ايه؟ في. طيب الزهرة اللي على شكل سطح مسطح ديت انا بستخدمها في ايه؟ بستخدمها في شنقرة المشغولات المستوية المتوازية، او اللي هي بتبقى على شكل مسطح. طيب انا لو عندي بقى شغلة مستديرة او اسطوانية زي اللي عندي دي كده، انا لازمني زهرة على شكل حرف في. يبقى انا لما احب اشنقر المشغولات المستوية بحطها على الزهرة اللي هي المستوية دي. طيب لو عندي المشغولات اسطوانية بحط المشغولة الاسطوانية على زهرة حرف ايه؟ حرف في. ده كده يا ولاد دي زهرة الشنقار، في منها نوعين، اما مستوية للمشغولات المستوية، واما حرف في بضع عليها المشغولات الاسطوانية. طيب انا لازم تكون الزهرة بتاعتي سطحها نظيف جدا، خالي من الخدوش حتى لا يؤثر على دقة عملية القياس وعملية الشنقرة. طيب جهاز الشنقرة اللي موجود ده يا ولاد على الزهرة ده وظيفته ايه؟ قال لي ده عبارة عن جهاز بيحمل شوكة العلام. الجهاز ده بيحمل ايه؟ شوكة العلام لشنقرة الخطوط، لشنقرة الخطوط على ارتفاع معين لمجموعة من المشغولات لضمان سرعة ودقة عملية الشنقر. يبقى جهاز الشنقار ده يا ولاد بيبقى موجود في شوكة العلام. شوكة العلام بقوم من خلال هذا الجهاز بشنقرة المشغولات من على ارتفاع معين حتى أضمن دقة القياس ودقة عملية الايه؟ الشنقرة. طيب احنا قلنا يبقى انا عندي هنا في عملية الشنقرة عندي حاجة اسمها زهرة الشنقار. زهرة الشنقار بلاقي عليها جهاز الشنقار اللي بنسميه في الورشة الهايجيج. طيب الهايجيج ده انا بستخدمه في ايه؟ في اجراء عملية الشنقرة. ازاي؟ بيبقى موجود عليه شوكة العلام وبيتم عملية الشنقرة من على ارتفاع معين لضمان عملية القياس وعملية الشنقرة. طيب انا عندي هنا ساعة القياس دي وظيفتها ايه؟ لوظيفتها ان انا بختبر مدى دقة واستواء السطح بتاعي. ايضا بيبقى عندي من المعدات بتاعتي الزاوية القائمة علشان اقدر اتأكد من مدى تعامد الاسطح بتاعتي. زهرة الشنقار زي ما قلنا في منها نوعين، نوع مسطح ونوع على شكل حرف في. النوع المسطح ده لشنقرة المشغولات المستوية، ده لشنقرة المشغولات المستوية. انما لو انا عندي شغلة اسطوانية لازم احط زهرة حرف في، لازم احط زهرة حرف في علشان اثبت عليها المشغولة المستديرة او الاسطوانية. يبقى احنا لو جينا اتكلمنا عن زهرة الشنقار هنقول بتجري عملية الشنقرة. تجري عملية الشنقرة على ايه؟ على منضدة. المنضدة دي اللي هي زهرة الشنقار بتصنع منين؟ من الحديد الزهر. طب الحديد الزهر ده ايه؟ المسكول، وبنحط عليها ايه؟ جهاز الشنقار. ويوجد من الزهرة دي نوعين، نوع مستوي ونوع على شكل حرف في. النوع المستوي لشنقرة المشغولات المستوية، والنوع الحرف في لشنقرة المشغولات الاسطوانية. طيب ايه اللي المفروض ان انا راعيه علشان عملية الشنقرة دي تتم بدقة وبجودة عالية؟ لازم اراعي ان زهرة الشنقرة اللي معايا نظيفة تماما ومستوية وخالية من اي ريش واي اتربة واي حاجة تعوق عملية القياس. ليه؟ لان لو الزهرة بتاعتي مش نظيفة ومستوية، عملية القياس وعملية الشنقرة بتاعتي لازم هيكون فيها خطأ. فلازم اكون مراعي جدا ان عملية الشنقرة بتتم على زهرة استواء
مستوية تماما وخالية من أي خدوش وخالية من أي أتربة أو أي حاجة موجودة تعوق عملية القياس، حتى لا يؤثر ذلك على إجراء عملية الشنكرة وعملية القياس التي تتم على المشغولات. يبقى احنا عرفنا كده حبايبي اول جهاز من اجهزه الشنكره اللي انا بستخدم فيها اللي هي زهره الشنكار. طب يا ميس، هو في زهره اخرى ممكن نستخدمها؟ احنا عندنا نوعين من الزهره يا اولاد بنلاقيهم في الورش، زهره شنكار وزهره استعدال. زهره الشنكار باجري عليها عمليات الشنكره، وهي دي اللي بيبقى عليها جهاز الشنكار وعليها ادوات الشنكره، والزهره دي بتكون مصنوعه من الحديد الزهر وبتكون مستويه وخاليه من اي خدوش حتى لا تؤثر على دقه عمليه الشنكره. وزهره الاستعدال دي بتبقى مصنوعه من الصلب المقصى، وبنجري عليها عمليه الطرق علشان استعدل المشغوله بتاعتي قبل ما اجري عمليه الشنكره. تمام حبايبي، يبقى انا لازم بلاقي نوعين من الزهره موجودين عندي في الورشه، زهره الشنكار وزهره الاستعدال. زهره الاستعدال باجري عليها عمليات الطرق وبتم عليها عمليه الاستعدال للمشغوله قبل ما اجري عليها عمليه الشنكره. زهره الشنكره بتصنع من الحديد الزهر، طبعا لازم تكون خاليه من الخدوش، مستويه تماما حتى لا تعوق عمليه القياس وعمليه الشنكره، ويتم اجراء عمليه الشنكره بمنتهى الدقه. تمام حبايبي، ده كده بالنسبه لاول جهاز من اجهزه الشنكره، وهي زهره الشنكار. زهره الشنكار مع بعضينا بقى كده، ونشوف كده ايه الجهاز التاني اللي انا بستخدمه في عملية الشنكرة. انا بستخدم حاجة اسمها الزاوية القائمة، والزاوية القائمة دي يا ولاد اللي انتوا شايفينها قدامنا دي بستخدمها علشان اختبر بيها مدى تعامد السطح بتاعي، مدى تعامد السطح بتاعي اللي انا باجري عليه عملية الشنكرة، وكمان برسم بيها الخطوط المتعامدة على الشغل، يعني برسم بيها الخطوط المتعامدة وكمان انا بختبر بيها مدى تعامد الاسطح. يعني انا عندي اهو الشغلة بتاعتي اهي، انا عشان اختبر مدى تعامد السطح ده مع ده انا بحط الزاوية القائمة، فهي لو مفيش هنا اي نور ظاهر ما بين الزاوية وما بين سطح الشغلة، طالما ما فيش اي نور هيظهر لي ما بين سطح الشغلة وما بين الزاوية بتاعتي، يبقى في الحالة ديت انا اطمن ان السطح بتاعي فعلا مستوي ومتعامد، لان لو في عدم استواء او عدم تعامد هيظهر لي هنا ضوء ما بين سطح الزاوية وسطح الشغلة. طالما ان الجزء ده ما فيهوش اي نور يبقى في الحالة ديت في تعامد ما بين سطح الشغلة وما بين تعامد ما بين اسطح الشغلة، وده وظيفة الزاوية القائمة، هي اختبار مدى تعامد الاسطح. اختبار يا اولاد مدى تعامد الاسطح، يبقى الزاوية القائمة هنا وظيفتها ان انا بختبر بيها مدى تعامد الاسطح. يبقى انا كده خدت من ادوات الشنكره، خدت زهره الشنكار وعرفت ان هي نوعين، زهره الشنكار وزهره الاستواء، وقلنا ان زهره الشنكار بيبقى عليها جهاز الشنكار، وجهاز الشنكار ده بيبقى فيه شوكه العلامه اللي عن طريقها باجري عمليه الشنكره من على بعد معين. كمان بلاقي ساعه القياس اللي هي بتقيس لي مدى استواء السطح، ايضا بلاقي الزاويه القائمه، والزاويه القائمه قلنا ان هي وظيفتها ان بختبر بيها مدى عموديه السطح او مدى تعامد الاسطح للمشغولات، مدى تعامد الاسطح للمشغولات بتاعتي. حلو قوي. طب نبص بقى بعد كده، قال لي كمان يا اولاد احنا هنشوف مجموعه البراجل اللي بستخدمها في اجراء عمليه الشنكره. قال لي بيوجد انواع كثيره من البراجل، منها البرجل العدل. بيقول لي هنا ايه؟ مجموعه البراجل لا تستخدم في عمليه الشنكره، تتعدد انواع البراجل تبعا لنوع الغرض من استعمالها. يعني انا عندي مجموعه من البراجل كتير بتتعدد وفق الغرض من ايه؟ من استخدام. يبقى انا عندي يا اولاد في عمليه الشنكره مجموعه من البراجل كتير، شكلها بيختلف وفق استخدامها. احنا دلوقتي بقى هنتعلم
الشكل ده بيستخدم في اي نوع او بعمل بيه ايه؟ كل برجل هعمل بيه ايه في عملية الشنكرة؟ مع بعضينا كده نبص على اول نوع من البراجل. اول نوع من البراجل يا اولاد على الشاشة بيقول لي البرجل العادل. البرجل الايه؟ العادل. قال لي هنا هو بيستخدم في عمل الاقواس والدوائر والخطوط المستوية، وبيصنع من الحديد الصلب المتوسط الكربون، يستخدم لقياس ومقارنة الأبعاد الخارجية والداخلية للمشغولات الايه؟ المختلفة. يبقى أنا عندي يا أولاد البرجل اللي احنا شفناه ده البرجل العادل، بيستخدم لنقل الأبعاد أو لقياس الأبعاد الخارجية والداخلية لمعظم الايه؟ المشغولات. خلي بالك ده للمشغولات الايه؟ المستوية. البرجل ده بيصنع من ايه؟ بيصنع من الصلب متوسط الكربون. بيصنع من ايه يا ولاد؟ من الصلب متوسط الكربون. يبقى ده اول نوع من انواع البراجل اللي هو البرجل العدل، اللي انا برسم بيه دوائر، برسم بيه اقواس، ممكن اقيس بيه ابعاد داخليه وابعاد خارجيه، بس انا عندي براجل اخرى اقدر اقيس بيها الابعاد الداخليه والابعاد الخارجيه ولها شكل ايه معين. مع بعضينا بقى نشوف باقي انواع البراجل. قال لي البرجل اللي قصاد ده يا اولاد اسمه البرجل القروي. البرجل اللي على اليمين ده اسمه البرجل الايه؟ القروي. البرجل اللي على اليسار اسمه البرجل، ايوه، ذو سنين، او البرجل المقص. ده بستخدمه في ايه وده بستخدمه في ايه؟ البرجل القروي بقيس بيه الاقطار الخارجيه للمشغولات الاسطوانيه. بقيس بيه ايه؟ الاقطار الخارجيه للمشغولات الايه؟ الاسطوانيه. ده البرجل القروي. حلو قوي. طيب البرجل اللي هو بسنين دوت اللي احنا شفناه، قال لي بقيس بيه الابعاد الداخليه، بقيس بيه الابعاد الايه؟ الداخليه. مع بعضينا تاني نشوف نوع البراجل ديت علشان نتاكد من استخدامها. مع بعضينا على الشاشه البرجل الكروي اهو قدامنا، انا بستخدمه، قال لي هنا اهوت يستخدم البرجل الكروي لنقل الابعاد الخارجيه من الاسطح الاسطوانيه. يا اولاد البرجل الكروي لنقل الابعاد الخارجيه من الاسطح الاسطوانيه. كما يستخدم البرجل المقص لنقل الابعاد الداخليه. يبقى انا بستخدم البرجل الكروي لنقل الابعاد الخارجيه من اني اسطح الكروي؟ من الاسطح الاسطوانيه مش الاسطح المستديره. احنا عرفنا الاسطح المستويه كان عندي البرجل العدل. الاسطح المستويه بنقل ابعاد داخليه او ابعاد خارجيه بالايه؟ بالبرجل العدل. انما الاسطح الاسطوانيه لو هنقل ابعاد خارجيه بالبرجل الكروي، لو ابعاد داخليه بالبرجل المقص. تمام يا حبايبي؟ يبقى انا دلوقتي عرفت ازاي بنقل ابعاد من على الاسطح المستويه، وازاي بنقل ابعاد من على الاسطح الاسطوانيه. تمام يا ولاد؟ طيب نيجي بعد كده هنا بيقول لي ايه؟ مجموعه براجل مديها لك وبقول لك كل نوع عملي هو بيستخدم في ايه. اهو زي ما قدامنا كده احنا شايفين ان البرجل العدل اهو بنقل بيه الابعاد من على الاسطح الايه؟ المستويه. طب انا عندي بقى برجل كروي، برجل مقص اهو، بنقل بيه الابعاد الايه؟ الداخليه، او بقيس بيه الابعاد الايه؟ الداخليه. البرجل الكروي بقيس بيه الابعاد الخارجيه للاسطح الاسطوانيه. البرجل الكروي بقيس بيه الابعاد الخارجيه للاسطح الاسطوانيه. تمام يا ولاد؟ طب انا عندي البرجل العدل اهو، البرجل العدل بنقل بيه الابعاد بتاعتي على الشغله. البرجل العدل انقل بيه الابعاد، ممكن اعمل بيه شنكره الخطوط المتوازيه، وكمان اقدر اشنكر بيه الدوائر والمنحنيات. اقدر اشنكر بيه الدوائر والمنحنيات. حلو يا اولاد؟ يبقى انا عندي دلوقتي البرجل العدل اقدر اشنكر بيه الخطوط المتوازيه للاسطح الايه؟ المستويه. البرجل المقص بشنكر بيه او بقيس بيه الابعاد الداخليه. طب البرجل الكروي انا بقيس بيه الابعاد الخارجيه للاسطح الاسطوانيه. طب انا عندي بعد كده البرجل العدل ممكن اعمل بيه حاجتين، اما
ارسم به الخطوط المتوازية للمشغولات، او ارسم به الدوائر والاقواس، او ارسم به الدوائر والاقواس. دي كده يا اولاد كانت استخدام الانواع المختلفة لبراجل القياس. واحنا هنا بنقول ان البراجل ده هي اداة من ادوات عمليات الشنكرة، وايضا هي اداة من ادوات عمليات القياس، ولكن عمليات القياس اسمها عمليات القياس البسيطة وليست الدقيقة. يبقى انا عن طريق البرجل اقدر اعمل حاجتين، اعمل عملية الشنكرة بتاعتي وايضا اعمل عملية قياس بسيطة. طب واحنا عرفنا دلوقتي انواع البراجل اللي عندنا كانت ايه؟ كان عندي البرجل العدل اللي اقدر بيه ارسم الخطوط المتوازية، واقدر ارسم انقل بيه الابعاد من على الاسطح المستوية. عندي البرجل الكروي اللي اقدر اقيس بيه الابعاد الاسطح الاسطوانية. ايضا عندي البرجل المقص اللي اقدر اقيس بيه الابعاد الداخليه للاسطح الاسطوانيه، ماشي. وعندي كمان يا اولاد البرجل العدل اللي كنت برسم بيه الاقواس وكذلك الدوائر او اسمها الثقوب، يعني اقدر ارسم بيه دوائر الثقوب او دوائر اقواس المنحنيات، دوائر الثقوب او منحنيات الأقواس اللي هي هقدر أشتغلها في المشغولات بتاعتي. ده كده كانت أداة من أدوات الشنكرة اللي أنا بستخدمها في الورش التأسيسية. نبص مع بعضينا على بقى أيضا أدوات أخرى من أدوات الشنكرة، وهي المنقلة. المنقلة دي يا أولاد لو أنا عندي خط بزاوية معينة لازم أعمل الخط بتاعي أو أقيس الزاوية بتاعتي دي عن طريق المنقلة. المنقلة وهي على شكل نصف دائرة مقسمة إلى 180 درجة، وتستخدم للتخطيط والاختبار ومراجعة زوايا المشغولات غير الدقيقة. يبقى حبايبي أنا عندي المنقلة هنا، أنا بستخدمها لرسم الخطوط المائلة على الشغلة، وكذلك قياس زوايا المشغولات، وكذلك قياس زوايا المشغولات. يبقى المنقلة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن شكل نصف دائري مقسم الى 180 درجة. شكل نصف دائري مقسم الى 180 ايه؟ درجة. انا بستخدمها في ايه؟ بستخدمها في قياس الزوايا الموجودة على سطح المشغولات، وايضا رسم الزوايا الموجودة على سطح الايه؟ المشغولات بتاعتي. دي كده المنقلة يا ولاد. طب عندي كمان هنا بنقول ايه بقى؟ احنا عايزين دلوقتي نعمل زي ملخص كده لينا العملية والأداة اللي انا بستخدمها فيها. من عمليات الشنكرة انا لو عايزة اشنكر خطوط ايه الانشاء بتاعي، اي خطوط على الشغلة اشنكرها بايه؟ شوكة العلام. طب عايزة اشنكر خطوط قائمة زاوية اشنكرها بالزاوية القائمة. طب عايزة اشنكر خطوط متوازية، الخطوط المتوازية بالفرجار او البرجل اللي هو العدل. طيب عايزة اشنكر دوائر برضك بالبرجل. طب عايزة اشنكر زاوية، اشنكر زاوية اروح للمنقلة، اشنكر زاوية اروح لمين؟ للمنقلة. طيب عايزة احدد مكان المركز بتاعي استخدم الزومبا والشاكوش، استخدم الزومبا والايه؟ والشاكوش. طب عايز اشنكر شكل غير منتظم اروح لايه يا ولاد؟ قال لي هنا هتروحي للشابلونة. شكل غير منتظم يبقى هروح لمين؟ للشابلونة. يبقى هنا يا ولاد تاني بالنسبة للجدول بتاعنا شنكرت الخطوط الايه؟ الانشائيه او الخطوط اللي هي البدائيه لعمليه الشنكره بشوكه الايه؟ العلام. خطوط قائمه بالزاويه القائمه، خطوط متوازيه بالفرجار، دوائر ايضا بالفرجار بتاعي اللي هو البرجل، تمام. شنكره الزوايا بالمنقله، تحديد مراكز الشنكار بتاعي الدوائر، تحديد مراكز الدوائر باستخدام
زومبة العلام. طب ايه كمان؟ قال لي شنكرة الخطوط بقى الغير منتظمة دي، انا بستخدم لها حاجة اسمها شابلونة او ضبعة، انا بطبع بيها الشكل على الشغلة بتاعتي. يبقى هنا حبايبي بالنسبة اللي احنا اتكلمنا فيه، احنا عرفنا ادوات الشنكرة كلها، زهرة الشنكار، وعرفنا ان في منها نوعين، زهرة الشنكار وزهرة الاستعدال. زهرة الشنكار بتصنع من الحديد الزهر وغير قابلة للطرق، وبضع عليها جهاز الشنكار اللي بنسميه الهايجيج، بضع عليها ساعة القياس لاختبار مدى استواء السطح، بضع عليها الزاوية القائمة لاختبار مدى عمودية الأسطح بتاعتي، بضع عليها كمان زومبة العلام لتحديد المراكز أثناء إجراء عملية الشنكرة. لو عندي شابلونة بحطها علشان لو هعمل أشكال غير منتظمة، دي كلها أدوات الشنكرة اللي أنا بضعها على زهرة الشنكار. طب إيه الزهرة التانية؟ هي زهرة الاستعدال اللي بجري عليها عملية الاستعدال للمنتج أو للشغلة بتاعتي قبل إجراء عملية الإيه؟ الشنكرة. طبعا زهرة الاستعدال بتصنع من الصلب، زهرة الشنكرة بتصنع من الزهر. زهرة الشنكرة ما دقش عليها لأن لو دقيت عليها تتكسر، زهرة الاستعدال أنا بدق عليها لأن بجري عليها عملية الاستعدال عن طريق الطرق، تمام، لأنها بتصنع من الصلب مش هتتكسر، تمام. ده كده أول حاجة اللي هي زهرة الشنكار وزهرة الاستعدال. بعد كده احنا خدنا مع بعضينا انواع البراجل اللي انا بستخدمها في اجراء عملية الشنكرة، وعرفت ان انا عندي البرجل العدل اللي باجري بيه الشنكرة للخطوط المتوازية بتاعتي، وعندي شوكة العلام اللي باجري بيها عملية الشنكرة لتوضيح الخطوط الغير متوازية. اي خط موجود عندي عايز اوضحه بالشنكرة بستخدم له شوكة الايه؟ العلام. كمان عندي زومبة العلام اللي باجري بيها تحديد الاماكن السنتر بتاع اي مركز اي ثقب ممكن ان انا اعمل له عملية صد. كمان عندي المنقلة لاجراء عمليات الرسم للخطوط ذات الزاوية ذات الزوايا، وكمان المنقلة بقيس بيها زوايا اللي موجودة أصلا في الشغل، يعني ممكن أقيس بيها وممكن أرسم بيها، ممكن أقيس بيها الزاوية اللي موجودة على سطح الشغلة وممكن أرسم بيها زاوية أو خط بزاوية معينة على سطح الشغلة بتاعتي. دي كده كانت أدوات عملية الشنكرة. مع بعضينا بقى الجزئية اللي جاية دي يا ولاد، مش احنا خدنا الأدوات، عايزين نعمل شغلة وننفذ عملية الشنكرة عليها. تعال نشوف مع بعضينا بقى تمرين كده عملي جميل، احنا عايزين نستخدم الادوات اللي احنا قلناها دي في تنفيذ التمرين اللي جاي ده. ماشي يا ولاد، يلا بقى مع بعضينا نشغل الجزء العملي ده. بيقول لي هنا الجزء العملي ايه؟ قول لي خطوات تنفيذ التمرين بالشنكرة، قول لي الخطوات اللي انت هتنفذ بيها التمرين ده بعملية الشنكرة. نمسك الخطوات بقى واحدة واحدة كده يا ولاد. التمرين مطلوب مني فيه ايه؟ مطلوب مني ان انا اعمل له عملية استعدال، واعمل له شنكرة خطوط متوازية، واعمل له شنكرة كمان اقواس، واعمل له شنكرة خطوط مائلة. يبقى انا هنا اول حاجة اعملها في التمرين بتاعي، انا لازم امسك التمرين واستعدل الخامة الاول، وبعد ما استعدلها اقيسها على الزاوية القايمة ان هي فعلا مستعدلة. طيب وبعد كده هجيب حبر او طباشير وابدأ احبر الخامة بتاعتي. يبقى احنا نبدأ بقى كده ننفذ التمرين. نبدأ ايه؟ ننفذ التمرين بتاعنا. اول حاجة قال لي خطوات التنفيذ، طبق اجراءات الامن والسلامة والصحة المهنية بالورشة. اول حاجة البس اللبس بتاعك بيكون بحيث يكون وضعيتك في وضع امان ومطبق قواعد السلامة المهنية. تأكد من نظافة سطح زهرة العلام، تأكد من نظافة الزهرة قبل ما تحط الشغلة عليها. نظف سطح الشغلة لتكون جاهزة للشنكرة. يبقى أول حاجة ألبس ملابس الأمن بتاعي والسلامة والصحة المهنية، أنظف سطح زهرة العلام بتاعي، أنظف سطح الشغلة بتاعي وأخليه جاهز لإجراء عملية الشنكرة. ضع الشغلة على زهرة العلام، حط الشغلة بتاعتك على زهرة الشنكار أو زهرة العلام. طيب قم بطلاء سطح الشغلة بتاعك
ببعض الطباشير او الحبر باستخدام الفرشة، كما يمكن استخدام ايه عملية الطباشير. يبقى انا عندي نواة يا اولاد، انا هجري عملية شنكرة للشغلة بتاعتي دي، تمام معايا شغلة اهي، وهجري عليها عملية شنكرة. الشغلة بتاعتي دي اول حاجة انا بجيب زهرة الايه، زهرة الشنكار، وانضفها الاول، تمام. وبعد ما انضف زهرة الشنكار اروح حاطط الشغلة بتاعتي، واروح منضف الشغلة بتاعتي عليها. بعد ما انضف زهرة الشنكار وانضف الشغلة بتاعتي، تاني حاجة ابدأ اعمل ايه، اتأكد من نظافة زهرة العلام، وتأكد من نظافة سطح الشغلة. ضع الشغلة على زهرة العلام، اهو حطيت الشغلة بتاعتي على زهرة مين؟ العلام. طب بعد ما احطها على زهرة العلام، قال لي قم بطلاء الشغلة دي بالحبر او الطباشير. هنجيب حبر او طباشير وهنمسك الشغلة بتاعته وهنتليها بالحبر والايه والطباشير. حلو قوي. انا لغاية كده انا ابدأ اجهز الشغلة لاجراء عملية الايه شنكرة، يعني ده الاعداد لاجراء عملية الشنكرة. طب احنا هنبدأ بقى في مرحلة التنفيذ، لان اي تمرين عندك لازم يعدي بثلاث مراحل يا اولاد، وفق معايير الجودة اللي احنا بنقيسها. بيعدي بمرحلة الاعداد، ثم مرحلة التنفيذ، ثم مرحلة المراجعة والقياس والتشطيب. يبقى انا اي تمرين هنفذه لازم اعمل له عملية اعداد الاول. اعداد الاجراء عملية الشنكرة ايه؟ هاجي هنضف مكان، هنضف زهرة الشنكرة، وبعد كده اضع التمرين على زهرة الشنكار، انضف التمرين بتاعي. تالت حاجة ادهن التمرين بتاعي بالحبر او بالطباشير، وذلك باستخدام فرشة ايه خاصة. حلوة قوي. انا كده خلصت عملية الاعداد لاجراء عملية الايه الشنكرة. نبدأ ننفذ بقى عملية الشنكرة. بص مع بعضينا كده بقى على الشاشة. اول خطوة يا اولاد، انا دهنت التمرين بتاعي بطلاء من الحبر. تاني حاجة هنبدأ نجري عملية القياس. تالت حاجة هاخد الابعاد بتاعتي ديت وابدأ انقلها على سطح الايه الشغلة بتاعتي. تالت حاجة هاخد الابعاد وانقلها على سطح الشغلة. هرسم الخطوط المتعامدة باستخدام المنقلة، الخطوط المتعامدة اليمين والخطوط المتعامدة اليسار. هقفل التعامد بتاع الجزء الخطوط المتعامدة. بعد كده هرسم الخطوط الزاوية باستخدام المنقلة، هرسم الخطوط الزاوية باستخدام الايه المنقلة. يبقى انا عندي هنا يا اولاد اول حاجة في عملية الشنكرة، انا عملت عملية التحبير وعملية الطلاء لسطح الشغلة. بعد كده نقلت الابعاد من على سطح الرسمة بتاعتي الى سطح مين الشغلة. بعد كده رسمت الخطوط المتعامدة، ثم رسمت الخطوط الزاوية. تمام يا حبايبي. يبقى انا دلوقتي بالنسبة لحلقتنا الجميلة دي، احنا اخدنا فيها ايه؟ احنا تعرفنا على المعدات والادوات اللي انا هشوفها في الورشة التأسيسية، وعرفت ان المعدات دي كلها بتقوم بالعمليات اليدوية، وعرفت منها ان في جاكوش، وعرفت ان جاكوش ده انواع، في منه الصلب وفي منه المطاط وفي منه الخشب. كمان جيت عرفت ادوات الشنكرة، عرفت ان انا عندي زهرة شنكار وزهرة استعدال، وعندي مجموعة من البراجل، وعرفت استخدام كل جزئية من هذه ايه الادوات او المعدات. كمان يا ولاد احنا اتطرقنا ازاي نعمل عملية شنكرة. قلنا اول حاجة هنضف زهرة الايه الشنكار، هحط التمرين بتاعي على الزهرة، هطلي التمرين بتاعي بمادة الطلاء او الطباشير بتاعي. بعد كده هاجري عملية الشنكرة عن طريق ان انا ابدأ انقل ابعاد الرسمة اللي عندي على الشغلة بتاعتي عن طريق البرجل بتاعي. لو هي خطوط متوازية ارسمها بالبرجل، لو خطوط متعامدة هختبر عموديتها باستخدام الزاوية القايمة. ودي كانت نهاية حلقة اليوم. اشكركم ابنائي الاعزاء، واترككم في رعاية الله وامني، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكرا يا حبايبي. تغيير فكري جامد جدا في التعليم الفني،
منظومة التعليم الفني عناصرها مختلفة وحوكمتها مختلفة وتهم أكتر جدية المناهج وحصول معظم الطلبة على شغل قبل ما يتخرجوا، لأن هم ال- 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 الشريك بتاعنا بيبقى عاوزهم، فبالتالي بياخدهم وبياخدوا مرتبات عالية جدا عند التخرج.